مباشرة ينضم إلينا من قمة المناخ من واقع الحدث ومن قلبه يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري. يوسف برحب بك، ضعني في صورة أحداث اليوم في كوب 27. تحياتي لك هبة من هنا من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ، حيث فعاليات قمة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب 27، قمة التنفيذ بالفعل. وإذا كنا نتحدث هبة كما أشرت عن الطاقة، فنحن نتحدث عن أحد أكثر القطاعات المسببة للتغيرات المناخية. ملف الطاقة أو الحديث في هذا اليوم عن مسألة الطاقة أو أزمة الطاقة التي تمر بها عدد من دول العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وجراء أيضا التغيرات المناخية. فنحن نتحدث عن الخسائر والأضرار كما أشرتي، نتحدث عن إزالة الكربون، نتحدث عن الحد من الانبعاثات الحرارية، نتحدث أيضا كما أشرت عن التكيف والتمويل اللازم والعادل للدول النامية والأقل نموا والأكثر تضررا من التغيرات المناخية. وهنا إشارة بوجه مباشر إلى الدول الأفريقية التي تتحدث مصر دوما باسمها هنا في هذه القمة. بدأ اليوم هبة بجلسة شق رفيع المستوى وتتضمنت خفض الانبعاثات وتحسين تدابير التكيف وتعويض الأضرار والخسائر عن طريق التمويل المباشر، وهو ما كان مستجد في هذه القمة عن سابقاتها من القمم. السيد سامح شكري الرئيس المعين لمؤتمر كوب 27 تحدث اليوم وأرسل رسائل محددة وصريحة بضرورة التحول إلى مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وما لها من فوائد اقتصادية كبرى. وهنا الإشارة كانت إلى الشراكات أيضا مع القطاع الخاص ودوره في تنفيذ هذه المشروعات، ومصر كان لها السبق في الإعلان عن مبادرات في هذا الشأن، المبادرات التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع بلجيكا في إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين، وأيضا التعاون مع النرويج في الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة. ومن هنا كانت مشاركات الوفود و المشاركون في هذه القمة وفي هذا اليوم تحديدا للحديث عن التعاون وتبادل الخبرات فيما بين الدول وأيضا عرض النماذج الناجحة في مشروعات الطاقة المتجددة. ولكن تبقى المشكلة هبة ما بين الدول التي تسعى لتأمين احتياجاتها من الطاقة في ظل الأزمة التي تعاني منها، أزمة الوقود وأزمة الطاقة، وما بين الوفاء بالتزاماتها أو وجوب الوفاء بالتزاماتها نحو الحد من الانبعاثات الحرارية. الدول الأفريقية الأكثر تضررا ركزت عليها مصر في العديد من مشاركاتها في كل الجلسات، ومن هنا كان إطلاق مبادرة الانتقال العادل للقارة الأفريقية للتكيف. القارة الأفريقية إذا تحدثنا بالأرقام هبة فهي تحتاج لتوصيل الطاقة ل 600 مليون شخص إلى تريليون دولار سنويا، وهذا الرقم يعادل 10 أضعاف ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية كوبنهاجن للتمويل المناخي. لذلك كانت إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا لاستهداف 300 مليون مواطن أفريقي بحلول عام 2028، من حوالي 25% لحد 2028 و 100% إلى 2063، وبتستهدف من 5 إلى 10 دول تباعا وفقا لاستعداد كل دولة لمستواها الاجتماعي والاقتصادي. السيد سامح شكري أكد أيضا على أهمية التحول العادل وسرعة التمويل المباشر لهذه الدول الأفريقية لتعويض الخسائر والأضرار التي تتعرض لها نتيجة الانبعاثات الحرارية التي تتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى والدول التي لم تتخلى حتى الآن عن الوقود الأحفوري. مشروعات الطاقة المتجددة بالرغم أن هي حصلت أو استحوذت على 80% من مشروعات الطاقة العام الماضي هبة، إلا أنها لم تنتج حتى الآن سوى 5% من إجمالي الطاقة المطلوبة على مستوى العالم.
الأزمة الطاقة ملف مهم جدا وملف شائك، وتم تناوله في عدد من الجلسات لأنه بيرتبط كما أشرنا بعدد من الموضوعات، إزالة الكربون، التمويل، التكيف، دور المجتمع المدني أيضا في هذا الأمر، الوعي المجتمعي لدى الأفراد في استخدام الطاقة للحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5. ربما هذا هو ملخص ما دار اليوم من جلسات هبة، وعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جزيل الشكر موفد التلفزيون المصري إلى قمة المناخ يوسف عبدين على هذه الصورة الواضحة.